السلام عليكم، معكم سالم من اندرويد. هاي الحلقة 11 من سلسلة فيفا 14. اليوم اختارين فريقين من فرنسا، اول فريق ليون وباريس سان جيرمان، واربع دقائق مثل ما شايفين. خلينا نبدي. خلينا ننتظر هذا ينتهي. انتظر هذا ينتهي. بقى 19 حلقة تقريبا هاي السلسلة وتنتهي. خلينا نبدأ. إذا جيب الحلقة الفهد يمكن أنا فزت أو تعادلنا، ما أتذكر الصراحة. على أكثر 1-0 بديه بالتسعة دقيقة 90 يمكن. لازم هاي ما أسرع بي لأن عندي يعني لاعبين. الأول من ليون أقوى من باريس سان جيرمان. يعني دفاع اثنين حارس فاتح. إن شاء الله نجيب أكثر من 5، هذه المباراة جبنا 4 أهداف بس. خطأ انقش الذاكرة مثل ما قلت في الحلقة السابقة، وهي اخطاء.
توزع فيفا 15 وما جربتها يعني على اكس بوكس ولا بلاي ستيشن، بس على الموبايل، على الموبايل يعني تقريبا نفس الرابط. طبعا ما راح تجيك نفس الجودة مثل يعني الاكس بوكس بلاي ستيشن، لا اكيد جربتوها انتم انا نزلتها بالقناة وقطع على يعني بعد ثاني يوم ثالث يوم نزلتها، ما نزلتها يعني قبل على الموبايل بس كانت يعني روابط والمهم شغلة طويلة من برامج، بس بعدين جبتها من لكم من الماركت العادي، لان يعني هنا اوروبا يعني مثل امريكا ما امريكا يجي الشيء قبل العرب، فراسا رفعت الرابط ونزلت على القناة في حلقة ما اتذكر اي حلقة كان، بس قبل لا يطل الموبايل. قريبا راح يبدا دوري الخليج كأس الخليج الجمعة الجاية، يوم مو جمعة الجمعة اللي وراها الكويت والعراق اتوقع، هو يبدا قبل بس انا اعرفه يعني الجمعة الجاية يكون مباراة الكويت والعراق، خلينا ننتظر من يفوز. طبعا الكويت كلش قوي، أقوى شيء يعني بالدور الخليج بالنسبة لي العراق والكويت والسعودية والبحرين، يعني باقي الخليج أقوياء لو ما الحظ يعني ما طلع العراق وصعد النهائي. المهم نرجع للمباراة، خلاص هذا الشوط خلنا نبدأ بالشوط الثاني. Time is ticking away, it's time for a change and here it comes. Paris Saint-Germain start the second half. بعد ما انتهاء السلسلة كتبوا لي يعني اذا تريدون مودن كومبارت 4 تختيم او تريدون يعني يصير اكثر، هسه بدل ما هذا الوقت اخلي الفيفا او تختيم لعبة نخلي البرامج اندرويد والعاب اندرويد، يعني بدل هسه ما اصور فيفا اصور حلقتين وانزلهم وبالليل حلقتين وانزلهم، فمتى خلص هاي السلسلة قولوا رايكم او من هسه خلينا نشوف رأي الأكثر إيش تريدون. هسه تأكدت أحد يدعم القناة، يعني المشتركين يزيدون بس المشاهدات يعني
الصراحة يعني قليلة بشكل، بس المشتركين لا تجيكم، اكو ناس سأول عليهم ان شاء الله شك واحد، هاي 147 146 اشخاص كلها يدعموا القناة. اتمنى منكم، اتمنى تدعموا القناة، ما راح ياخذ منك هواي وقت الشير، اتمنى. عم تشوفون شيء اكثر، شيء احلى. هاي القنوات بسرعة انتشرت، والسبب اتوقع السبب يعني صار القناة شخص سوري ما له علاقة يعني بالاندرويد، له علاقة يعني بالانتقادات، ما انتقادات يطلع هو شخص سوى انتقادات، يتكلمون عن مواضيع انتقادات، فبسرعة يعني انشهر يعني. بس من البداية كان هو على الفيسبوك يعني نزل فيديوهات، يعني مجرد يصور فيديو يتكلم بيه، لا تصوير حلو لا يعني شغل على الفيديو، مجرد تصوير بالموبايل، كاميرا الموبايل خلفية الأمامية العفو، وينزل على الفيسبوك. بس يعني بعد ما يعني صارت له صفحة على الفيسبوك وانشهر ناس عرفت يعني بقى يعني هواي أشهر، بعدين هسه يعني نزل حلقتين برنامج إله، بس يعني مو ذيك الجودة يعني، يعني أكيد كل واحد من يبدأ بالبداية يكون ما يعرف يعني بعد البداية ما يعرف شنو شلون يشتغل على الفيديو، بس قصدي بسرعة انشهر يعني بالبداية تعبوا. بس انا يعني رأسا بديت باليوتيوب لان عندي ليش القناة الفالت مني، يعني قلت لكم بقت اكثر من سنة وتكره، هذا الهدف الاول الهم. أبد مو مكان، أبد أبدا تبديل، بدلوا يريدون الهدف الثاني التعادل، عندهم يعني وقت 5 دقائق تقريبا، إن شاء الله نجيب الثالث ونحرمهم. لو عايفه عشان صارت كلش خطره، يعني عندهم اثنين واثنين المكان كلش حلو، ها مثل ما قلت لكم هي جول جول تعادل تعادل. أحلى شيء يجيبون الثالث، أحلى شيء، بس ما أتوقع أحد راح يهدس، لأن نايز شوت سن وبدل ضايع من صار له وين انبدا، بالهمرة والله هاي. مثل ما شفتوا انتهت بالنهاية، الله يحفظكم وجاوبوا التعادل دقيقة 90 مثل ما شايفين. دعموا القناة، اكو ناس مثل ما قلت لكم دعموها صدق، اتمنى اكثرية دعموا، فيني اتحقق انتم بلايك وشير كومنت. كان معكم صالح، مع السلامة.